حرس الثوري الإيراني كان مستلم القوات هناك، هو كل شيء سلاح كان بالمنطقة ما عدا الدفاع الوطني والجيش، كان سلاح كله تابع للحرس الثوري الإيراني. الشغل على الأرض كان الشغل لتنظيم حزب الله. الكيان القيادي اللي مستلم الحرس الثوري الإيراني مستلم المنطقة تحت مسمى الحاج جون، كان في تحت إيده حجاج اثنين، واحد بيقولوا له الحاج عابس والحاج الثاني بيقولوا له علي أكبر. صارت تجينا المخدرات من تشكيل بحزب الله، حماية وترفيق، الحواجز، مادة الحشيش كانت تيجي من لبنان على الشام، من الشام تصلح لنا على السويد، كانت وقت تصلح لنا المادة، كان يصلح لنا كمية بالطن، طن ونص من مادة الحشيش المخدر، نفوتها على منطقة بادية السويدة اسمها الحماد، لشخص يدعى أبو زياد النوري. كان أبو زياد النوري على تنسيق بينه وبين الهجان الأردنية عن طريق ضباط، كان يعبر مادة الحشيش المخدر يفوتها على الأراضي الأردنية. منطقة السيدة زينب تعرفت هناك على شاب سجل لي بالحرس الثوري الإيراني، طلعت عملت دورة بمنطقة اسمها خربت الورد، كان مسؤول الدورة حاج إيراني الجنسية اسمه الحاج عماد، فرزوني على حجز المستقبل مدخل السيدة زينب، وكان يجينا مقاتلين مثل مقاتلين من الحشد الشعبي العراقي، مقاتلين من الحرس الثوري الإيراني، إيرانيين الجنسية، كانوا يجيون الفاطميون، الأفغان، الزينبيون. كان في فنادق للإيراني مثل فندق البتول وفندق قصر الضيافة، مدخل المقام بشارع بهمن جانب مستوصف بهمن، هاي الفنادق فنادق فخمة، كان حاط إيده عليها الإيراني، كانوا يجوا الضباط الإيرانيين المسؤولين يريحوا فيها. كان في مراكز منطقة السيدة زينب للحرس الثوري الإيراني، وكان في مراكز لحزب الله، وفي مراكز، وكان في مركز للحشد الشعبي لقتائب حزب الله العراقي.